عندما يتعلق الأمر بالتمثيل الوطني والعلم الجزائري، يتحد الجزائريون كرجل واحد من أجل الدفاع عليه وحمايتها. البطلة الجزائرية في الملاكمة النسوية إيمان خليفة، والتي كسبت ود واحترام وتعاطف الجزائريين، حملة إعلامية قذرة شنتها الصحف المأجورة من الصهاينة، وأهدى لتكسير وتحطيم إيمان خليفة. الرد كان قاسيا وفي الواقع وليس في المواقع، بالتأهل عن جدارة واستحقاق لنصف نهائي الأولمبياد. إيمان خليف ورغم الاتهامات التي واجهتها والضغط المفروض عليها، إلا أنها ضمنت للجزائر أولى الميداليات في الأولمبياد. البطلة الجزائرية دخلت التاريخ من أوسع الأبواب، وكتبته بأحرف من ذهب، باعتبارها أول رياضية جزائرية عربية إفريقية في الملاكمة النسوية تحصد ميدالية أولمبية. الشعب الجزائري والذي احتضن ابنته وبطلته وسندها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أجمل صور إيمان خليفة. نصف نهائي ينتظر إيمان وجمهورها في الجزائر وفي العالم من أجل العبور إلى النهائي وحصد الذهبية. فكلنا معك يا إيمان خليفة. افتح أكياس شيبس لوكس، تبقى لك شارجي، أهدر، كونيكتي، استمتع بالصيف بصحتك. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.